أولادنا يطلعون بحد أقصى بكرة يمسون عند هذه بكرة. أنا ليش ما قلت الليلة؟ خلنا بعلمكم شغلة يا إخواني. أنا ليش ما قلت الليلة؟ ليش؟ لأنك ساعات إذا طلبت طلب له علاقة في تصرفات حكومة لازم تعطيها مساحة شوي، لأنهم عشان يفرون التليفون يبلغون الضباط وكذا وكذا. لا. ولذلك الله يعينهم. الليلة هذه ضريبة علينا. صحيح. الليلة اللي بيقعدون هذه ضريبة علينا نجملهم فيها الأظهر. صحيح. ولذلك بكرة مغيب الشمس بكرة عيالنا لطفا وليس أمرا، ما هو تهديد، هذه مطالبة سلمية حتى تعتدون علينا. فإذا اعتديتوا علينا فمن مات دون ماله أو عرضه أو نفسه فهو شهيد. لا تعتقدون أننا مع احترامي لبعض الشعوب أن يقول سلميتنا أقوى من الرصاص، غير صحيح. إحنا سلمية، لكن لا تنزل علي كلاب وريجيل معهم عجاري انثنينا عند عمارنا. صحيح. هذا الكلام أرجو أن سمو الأمير يعلم ويقدر أن عيال الحمايل لن يسكتون يشلون في صناديق مثل الخرفان. أما يموت جثة يسحبونه ولا يعيش بكرامة. ولذلك